شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام يامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العزى فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك الصالحين فأدخلنا وفي علينا فارفعنا وبك سدري معين في معين سلسبيل فاسقنا ومن العون العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين فأنهم لؤلؤ معقول فأخدمنا ومن سوار الجنة والحوم غير فاتنا ومن سياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتل في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تقل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تطعمنا وما الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تقدمنا ومن سياب النار وسراب القدران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد مهر بلد انسان مقرون بار في رأتي دعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الحي الحسين لك الحمد حمدين يبقى ولا يفنى وأنت الحي الحليم أسألك بنور وجهك الكريم وبجلالك وبجلال وجهك الذي لا يرام وبعزتك التي لا تقهر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي وترحمني إنك أنت أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل